صباح الفل على كل حبايبنا الاهلاويه، معاكم احمد عصام من ملعبنا الاهلي والسلام، وحلقه جديده من برنامج يلا يا اهلي. ماتش ليله الخميس ان شاء الله هيكون مهم جدا قدام اسوان الساعه 7 بالليل على استاد بتروسبورت، وبنفكركم بالاستوديو التحليلي على قناتنا بكره ان شاء الله الساعه 5 مع كابتن ايمن شوقي وضيوف الاستوديو. اللي فاكر ان ماتش اسوان ده هيكون سهل لان احنا في المركز الثاني برصيد 55 نقطه على بعد 6 نقط بس من الزمالك المتصدر ومتاخرين عنهم بماتشين، واسوان في المركز ال 16 برصيد 25 نقطه. فاللي شايف ان الماتش ده سهل يا جماعه ما يكملش معانا الحلقه ولا يشوف ماتش بكره اصلا، لان الماتش صعب جدا جدا جدا، وده اللي هنتكلم عليه في حلقه النهارده. يلا بينا. الوضع صعب جدا يا جماعه لدرجه ان احنا بندخل ماتش النهارده من غير اي لاعب كباك يمين الموسم ده. محمد هاني اللعيب الاساسي في مركز الباك اليمين غايب للايقاف، ومعاه كمان اكرم توفيق وبيكهام اللي متواجدين مع المنتخب الاولمبي في طوكيو، اللي بنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله قدام البرازيل يوم السبت في دور الثمانية في اولمبياد طوكيو. مين تاني غايب؟ محمد الشناوي الحارس الاساسي، ومعاه كمان طاهر وصلاح محسن وناصر ماهر، الحقيقه اللي بيعتبروا من الركائز الاساسيه لفرقتنا. الوضع صعب كمان جدا لدرجه ان حمدي فتحي نزل التمرين تاني يوم فرحه. انتوا متخيلين يا جماعه؟ الراجل كان فرحه بالليل والناس كلها كانت موجوده وبترقص وبتحتفل، صحينا الصبح في تمرين للفريق حمدي فتحي لقيناه موجود في التمرين. الراجل قال يا جماعه مش هينفع احتفل بشهر العسل. هو الزفاف كان جه في الميعاد ده لانه كان مرتبط بيه قبل كده، والراجل فعلا التزم بالميعاد وحضر حفل الزفاف، لكن تاني يوم كان موجود في التمرين عادي جدا، وان شاء الله قال هيحتفل بيه بعد ما نكسب مسابقه الدوري ان شاء الله السنه دي. الوضع صعب كمان لدرجه ايه؟ لدرجه ان انت بتلعب تقريبا كل 3 ايام ماتش، وما عندكش اي فرصه ان انت تاخد نفسك او اي فرصه ان انت تجهز عناصر تانية غير الثمانيه اللي غايبين، 6 مع المنتخب الاولمبي ومحمد هاني موقوف، ومعاه كمان وليد سليمان العنصر الخبره مصاب. طب يا جماعه هنعمل ايه؟ مستر بيتسو موسيماني هيعمل ايه؟ الحقيقه الراجل بيجتهد على قد ما يقدر، والفتره اللي فاتت بيلعب بدون لعيبه كتير مهمه، وهو اتكلم على الحته دي وقال ان احنا دورنا ان احنا ندعم المنتخب الاولمبي. وكمان كابتن سيد عبد الحفيظ زود على كلامه وقال ان احنا لازم كجماهير نقف جنب الفرقه وندعمها ونفكرهم بدوري 2019 اللي كان صعب جدا جدا، لكن النادي الاهلي قدر ان هو يكسب اللقب ويحافظ عليه، وان شاء الله السنه دي برضو تكون مشابهه لسنه 2019 لما كان الكل بيقول ان الاهلي بعيد جدا عن الدوري ومش هياخده، لكن في الاخر كلنا طبعا عرفنا اللي حصل. الحقيقه الظروف الصعبه دي ولدت نجوم موجودين مع الفريق دلوقتي، طبعا ما شاء الله على قفشه ومحمد شريف وديانج ومعلول مش هنتكلم عليهم، نجوم الفرقه، ومعاهم طبعا حمدي فتحي والسوليه وباقي المجموعه، مش عايزين ننسى حد، لكن خلينا نتكلم على اللي تالقوا في الفتره الصعبه جدا دي. واحد زي حسين الشحات اللي ما شاء الله عليه ماشي بمستوى ثابت جدا على الرغم انه لسه راجع من الاصابه، لكن كان ليه دور مؤثر في ماتش الانتاج الاخير بالهدف اللي سجله وبالاداء العظيم اللي لعب بيه وخلانا نكسب المباراه دي في الوقت القاتل بنتيجه 3-2. والتر بواليا اللي الحمد لله يعني رجع للتهديف وبيسجل اول اهدافه معانا في مسابقه الدوري في توقيت حساس جدا. نفس الكلام بالنسبه لكهربا، كهربا كل الناس واقفه في ظهره عشان يرجع لمستواه، هو لسه بعيد شويه لكن الراجل الحقيقه بيجتهد وبيعمل كل اللي عليه، وبنتمنى له التوفيق ان شاء الله في ماتش اسوان ويكون البدايه الحقيقيه لتالق كهربا وان هو يكون سبب مباشر في فوزنا بالدوري السنه دي ان شاء الله. الاتفاق مع اتحاد الكوره كان كالتالي: هندعم المنتخب الاولمبي بست لعيبه من نجومنا في وسط موسم صعب جدا احنا بننافس فيه على الثلاثيه، وافقنا ان احنا نلعب 3 ماتشات في فتره التوقف اللي الناس كلها واقفه فيها الا احنا وكام فرقه تانية، وبنلعب من غير 6 لعيبه اساسيه. لعبنا ماتش البنك الاهلي، لعبنا بعديه ماتش الانتاج الحربي، وكمان ماتش اسوان هو اخر ماتش في الاتفاق. المفروض في يوم الاثنين اللي جاي مباراه وادي دجله والنادي الاهلي، لحد دلوقتي مش عارفين هتتلعب ولا لا. على الورق الاتفاق كان على 3 ماتشات بس، على اساس ان اتحاد الكوره كان عامل حسابه ان المنتخب الاولمبي هيخرج من الدور الاول، لكن منتخب شوقي غريب وكل رجالتنا اللي معاه واللي فرحونا وقدروا يوصلوا لدور الثمانيه ان شاء الله قدام البرازيل خلفوا التوقعات دي ووصلوا لدور الثمانيه وان شاء الله ينافسوا على ميداليه، لكن ده هيحط
مسؤولين اتحاد الكره في ورطه مش احنا. احنا بالنسبه لنا اتفقنا على 3 ماتشات واهو اوفينا بيهم ونفذنا وعدنا ولعبنا من غير نجومنا. مش عارفين بقى الماتش اللي جاي يوم الاثنين ده هيتعمل فيه ايه، لسه لحد اللحظه دي ما شفناش قرار صدر بشان مباراه الاهلي ووادي دجله. وقبل ما نختم بفكركم بسؤال الحلقه دي، ان شاء الله حاجه جديده بنعملها في البرنامج، واللي هيكسب اللي هيقول الاجابه الصحيحه وهيجيب اكتر تفاعل على اجابته دي هيكون ليه مفاجاه هنا معانا في استاد الاهلي ان شاء الله قريب جدا كل اول شهر. وسؤال الحلقه هو هنسال على واحد من نجوم فريقنا. نجم حلقه النهارده هو واحد من نجوم قطاع الناشئين في النادي الاهلي، لعب كل مسيرته مع الفريق الاول للنادي الاهلي، وحتى بعد ما اعتزل كان موجود في النادي الاهلي في مناصب مختلفه. والراجل ده لعب مع نجوم كبار جدا وعظماء في تاريخ النادي الاهلي، منهم مثلا وليد صلاح الدين اللي لعب معاه فتره طويله، وكمان لعب مع نجوم التسعينات، وكمل كمان ولعب مع ابو تريكا وبركات ومتعب ونجوم جيلنا الذهبي اللي قبل الجيل الذهبي الحالي. الراجل ده فضل مكمل مسيرته الاحترافيه على الرغم من الاصابات اللي كانت بتجيله كتير في اخر مشواره الاحترافي، لكن من الاصابات دي كان بيقدر يرجع اقوى من الاول، وكان ليه دور مهم جدا 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 في تتويجنا بنجمه من النجوم العشره اللي على قميص فريقنا. يا ترى هو مين النجم دوت؟ قولوا لنا اجاباتكم في التعليقات، وفي بوست هينزل منفصل بسؤال الحلقه، وان شاء الله نشوفكم الحلقه اللي جايه. مش عارفين هتكون قدام وادي دجله ولا هتكون قدام مين؟ ويلا يا اهلي.